السلام عليكم، انا جاسم محمد وحياكم الله في مهرجان الاعياد الوطنيه في القريه التراثيه وتحديدا في قريه راس حيون، واللي تنظمه وزاره الاعلام بمناسبه احتفالات المملكه بالاعياد الوطنيه. خلوني اخذكم في جوله سريعه نستكشف فيها المهرجان. حياكم. طبعاً يتميز المهرجان هالسنة بالعديد من الفعاليات الممتدة على مدار 10 أيام من تاريخ 9 إلى تاريخ 19 ديسمبر وتحديداً من الساعة 5 إلى الساعة 11. ومن أبرز الأشياء اللي تقدرون تسوونها وقت زيارتكم المهرجان في القرية هو أنكم تستكشفون تفاصيلها وتستمتعون بأجواء القرية التراثية ومبانيها واللي تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين العريق، وهني تاريخ صحيفة الأيام. حياكم تحديدا من بيت الصحافة، شرفونا. من أمام مبنى مدرسة الهداية الخليفية تحديداً، هذه تعتبر مشاركة وزارة التربية والتعليم. حياكم. هذه السنة أن العديد من الجهات الحكومية مشاركة في المهرجان بشكل يتناسب مع أجواء القرية التراثية وبشكل يتناسب مع المهرجان، فمثلا عندنا هنا وزارة الداخلية وعندنا أكثر من جهة، بس راح احنا نغطي ثلاث واستكشف الباقي بزيارتكم. حياكم. أن هذا المبنى اللي احنا فيه متواجدين حاليا هو يعني من مشاركة جهة وزارة الصحة تحديدا، وعرض لأبرز الأجهزة اللي كانوا يستخدمونها في السابق للمستشفيات والأسرة المستخدمة. إلى هني انتهت جولتنا السريعة اللي حابين ندعوكم من خلالها إلى الاستمتاع بأجواء القرية التراثية والمهرجان المقام فيها. حياكم الله وشكرا لكم على حسن المتابعة ومع السلامة.